تنفيذا لتوجيهات الفريق أول، معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية شارك سعادة الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام في جانب من أنشطة وفعاليات اليوم الرياضي التي نظمتها وزارة الداخلية صباح اليوم بهذه المناسبة. وقد أكد سعادة رئيس الأمن العام أن مشاركة الوزارة بكافة إداراتها في هذا اليوم الوطني يأتي تجسيدا للشراكة المجتمعية الفاعلة، وفي الوقت ذاته إعلاء للرياضة كقيمة وممارسة لها دور رئيسي في تعزيز الصحة العامة وتحقيق السلامة المجتمعية، معربا سعادته عن بالغ شكره وتقديره إلى سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لتوجيهاته الكريمة بإفساح مجال المشاركة أمام العاملين في كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية في فعاليات اليوم الرياضي، منوها بالاهتمام الكبير الذي يوليه سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة باليوم الوطني الرياضي لمملكة البحرين وتشجيع سموه على ممارسة الرياضة والنشاط البدني وغرسها كأسلوب ونمط حياة، مشيدا بدعم سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة والذي مثل مصدر قدوة وإلهام للشباب البحريني. وأشاد سعادة رئيس الأمن العام بالرعاية والاهتمام الذي يوليه الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية بالمجال الرياضي بالوزارة، والذي كان له أبلغ الأثر في نجاح الخطط الكفيلة بنشر الرياضة بين منتسبي الوزارة وزيادة الوعي بأهمية اللياقة البدنية لما لها من انعكاسات على نجاح رجل الأمن في أداء مهامه. وأعرب سعادة رئيس الأمن العام عن شكره للاتحاد الرياضي للأمن العام والمحافظات وكافة إدارات وزارة الداخلية التي شارك منتسبوها في الفعاليات الرياضية التي تم إطلاقها بهذه المناسبة. وفي الختام قام سعادة الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام بتكريم من أمضوا في المجال الرياضي لمدة تزيد عن 25 عاما من فئة الذكور، ومن أمضوا في المجال الرياضي لمدة تزيد عن 15 عاما من فئة الإناث، بالإضافة إلى تكريم المشاركين في المسابقات الرياضية المختلفة، متمنيا للجميع التوفيق والنجاح. كاتحاد رياضي للأمن العام، كالجهة المسؤولة عن تنظيم الرياضي في وزارة الداخلية، أقامت عدة اجتماعات مع إدارة وزارة الداخلية، ومن خلال هذه الاجتماعات تم الاتفاق على إقامة عدة برامج مختلفة سواء في إدارات وزارة الداخلية نفسها خلال الفترة المحددة، بالإضافة إلى هناك برنامج آخر قام به الاتحاد الرياضي للأمن العام بالتعاون مع إدارة وزارة الداخلية لإقامة فعاليات مختلفة مع أخواننا من وزارات واتحادات الرياضية والمؤسسات اللي هو في حلبة البحرين. اليوم برنامجنا اللي أقمناه كاتحاد الرياضي للأمن العام تحت رعاية سيدي معالي وزير الداخلية بنادي ضباط الأمن العام وبحضور سيدي سعادة رئيس الأمن العام، برنامج حافل كان يشتمل على عدة ألعاب وعدة مسابقات، كان فيه حماس وندية، أعطى أيضا الدافع الكبير أن احنا نبذل مجهود ونقوم ببرامج مختلفة التي تعكس مدى جاهزية رجال الأمن.